السلام عليكم عمر اديب امام عاشور هو لي كسري احمد فتوح انا مش هسكت كشف الناقد الرياضي احمد جلال تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر أحمد فتوح خلال تدريب المنتخب استعدادا لمباراة بوركينا فاسو غينيا بيسا أو المقرر لهما يومي 26 من يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يعمل اديب ببرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر توضح جلال ان اللاعب تعرض للاصابة خلال كرة مشتركة مع اللاعب امام عاشور ليقاطعه اديب متسائلا امام عاشور هو ليكسر احمد فتوح انا مش هسكت هواء امام عاشور فيه صحة اكسر حد ليجيب ناقد الرياضي احمد جلال هو لو ما فيهوش صحة كان لاعب لمنتخب مصر واعلن محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر خروج احمد فتوح من معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم بسبب الاصابة وصعوبة لحاقة بالمواجهات القادمة تبين إصابة اللاعب في أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 نشر فتوح صورة لقدمه عبر حسابه الشخصي أن بعد إعلان إصابته وعدم استكمال معسكر المنتخب حيث ظهر وهو يضع قدمه في جبس مؤقت ولم يعلق بشيء وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم